بالمزيكا فعلا يعني جنب بالطاقة مهم. برضو. اه طبعا. طبعا هل ينفع لاي نوع من انواع الامراض، ولا ليه امراض معينه او ليه حاجات معينه؟ خلينا ما نقولش امراض، هو التوحد او الداون او الحاجات دي اه طبعا، لا يعني بعيدا عن بتكون الداون سندروم يعني. خلل جيني، ما بتكونش مرض. صح طبعا. ينفع لأي حاجة ولكن في مرحلة معينة، يعني ما اقدرش اجيب طفل توحد عصبي جدا وصعب جدا واقول له يلا تعالى انا هعلمك ميوزك. في مراحل أولية. لا، بيبقى بالتتابع مع الأخصائي بتاعه، أخصائي مصادر، أخصائي نفسي. لازم الأول بيعملوا حاجة اسمها يعني الحاجات بتاعت المونتسوري مثلا، حاجات تتعلق بالذاكرة أكتر، يعني حاجات بالشوفان طب وبالذاكرة. مظبوط وبعيدا عن التوحد، في ممكن حاجات تانية ممكن برضو يساهم فيها العلاج بالموسيقى؟ يعني ايه؟ يعني مثلا حالات نفسية، اكتئاب، طبعا ده ينفع؟ اكيد، بينفع جدا. يعني هو حصل معايا انا شخصيا، لانه يعني من فترة تعرضت لجراحة، والدكتور بتاعي وهو بيغير لي على الجرح كان مشغل لي ميوزك. الجرح كان بجد صعب قوي، وانا شرعي. مكتئبة وما بنزلش واجازة وحاجات، فهو شغل لي ميوزك كده يعني. فانا ما كنتش خالص مقتنعة بحاجة اسمها علم الموسيقى مع الطاقة، لان ده موضوع الماجستير بتاعي، هو يعني العلاج بالفن الموسيقى وعلاقته بعلم الطاقة مش بعلم النفس، مش علم الطاقة الآخر. فهميكي. أقصد علم الطاقة اللي هو أنا ممكن انرجي. يعني ممكن أخلي الطفل قاعد وأحط له ألوان نارية صاخبة جدا ايوه. على الأورج فيبدأ هو يدوس. فالدكتور بتاعي يعني حسام بسطاوي، شكرا ليك، هو شغل بيشغل لي ميوزك بقى حسسك بإيه بقى؟ بألم أقل؟ بإيه الإحساس اللي بتشكريه كنت عليه بقى؟ مركزة في الميوزك. هو كان فيديو كليب في صحراء ورقص وشمس وحاجات، ما كنتش خالص موجوعة ولا مركزة. طب ما تسمعينا حاجة بقى على الأورج، حاجة يعني. ماشي.